مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يمكن ترددت خلال الفترة الأخيرة شائعة متعلقة بتأجيل الدراسة خلال الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري. ولكن كعادة مؤسسات الدولة إنها دايما بتسارع لنفي كل الأخبار أو المعلومات المغلوطة اللي بتمس المواطنين بشكل مباشر. عقب تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تاجيل الدراسه بالعام الدراسي الجديد 2024 2025 اكد شادي زلطه وهو المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني على انه لا صحه لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي او لا تاجيل الدراسه واكد ايضا ان العام الدراسي الجديد سيبدا في موعده المقرر وفقا للخريطه الزمنيه والمقرر يوم 21 سبتمبر المقبل اذا لا صحة لما تردد شأن تأجيل الدراسة والأكيد هو أن الموسم الدراسي سيبدأ في موعده المحدد مسبقا 21 سبتمبر المقبل خلونا نراجع مع حضراتكم الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة في العام الدراسي محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني كان اعلن عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسميه والخاصه والدوليه واوضح ان العام الدراسي الجديد هيبدا بالمدارس الرسميه والخاصه للغات والخاصه عربي والقوميات يوم 21 سبتمبر المقبل وهينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025 باجمالي 35 اسبوع هيتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين على ان يتم بدايه الدراسه او العام الدراسي الجديد بالمدارس الدوليه يوم 8 سبتمبر 2024 كمان أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه هيبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 وحتى الخميس 23 يناير 2025 أما بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول هتكون يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وهيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وحتى الخميس 5 يونيو 2025 على ان يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهاده الاعداديه يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 اما بالنسبه لامتحانات الدبلومات الفنيه هتبدا السبت 31 مايو 2025 وكمان هتبدا امتحانات الثانويه العامه يوم السبت الموافق 14/6/2025 كمان اشارت وزاره التربيه والتعليم الى ان اجازه نصف العام ستمتد لمده اسبوعين بدايه من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025 على ان تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفه المدارس الرسميه والرسميه لغات والخاصه والخاصه لغات لكل التفاصيل المتعلقه بهذه التغطيه وتأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الموسم الدراسي الجديد سيبدأ وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة في 21 سبتمبر المقبل في النهاية بنتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلاب في كل المراحل التعليمية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.